أعلنت وزارة الداخلية استحداث وتطوير مقر قطاع الأحوال المدنية على مستوى محافظات الجمهورية في إطار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. منشآت شرطية خدمية مطورة وخدمات جماهيرية تقدم بصورة حضارية، هدية وزارة الداخلية للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بثورة 30 من يونيو، حيث واصلت وزارة الداخلية أعمال تطوير مقار السجلات المدنية بالمحافظات لتبدو بهذه الصورة الجمالية، مع تحديث منظومة تلقي وأداء الخدمة للجمهور من خلال ميكنة العمل داخل السجلات. واضح جدا طبعا ان في اختلاف جديد كتير جدا عن زمان وعن الستايل القديم. لا، في حاجه جديده بتتعمل، في حاجه ملموسه واضحه جدا في 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 في, في التطوير، يعني واضح جدا يعني الموضوع بصراحه. المرحلة الأولى من التطوير تم خلالها رفع الكفاءة الإنشائية وتطوير مقار السجلات المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تم خلال المرحلة الثانية الانتهاء من تطوير مقار السجلات المدنية في 7 محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان وجنوب سيناء، وكلها تمت في زمن قياسي وفق لنموذج إنشائي موحد يلبي متطلبات المواطنين، كما تستكمل عمليات التطوير لتشمل كافة مقار السجلات المدنية بالمحافظات وفقا للبرنامج الزمني المعد سلفا لذلك. لما جيت عملت البطاقة خلصت على طول ومشيت، والنهاردة برضو جيت لقيتها خلصت على طول في الميعاد اللي هم محددينه. داخل السجلات المدنية يتم تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر ودون تكدسات وفي وقت قياسي، كما تم توفير أماكن انتظار ملائمة للمواطنين وتعميم خاصية النداء الآلي، إضافة إلى وجود قسم للترجمة بقطاع الأحوال المدنية. كان زمان لما بحب أطلع ورقة بالإنجليش وتقدم الورق وترجع تروح تاني يوم أو يعني بعدها على حسب بقى، وتاخد يعني بمشوار تاني وتروح. دلوقتي أنت في 5 دقايق فعلا، ما بتدخل 5 دقايق وتروح. أضاف قطاع الأحوال المدنية ماكينة آلية على غرار ماكينة الصراف الآلي، يستطيع المواطن أن يستخرج من خلالها شهادات الميلاد بصورة فورية وعلى مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. مكنة الأحوال المدنية دي وفرت كتير من الإجراءات اللي كنا بنعملها في المكاتب العادية، بتدي فرصة أن أنت يعني تستغل وقتك أحسن وتخلص الإجراءات أسرع. خدمة عملتها في 5 دقايق، فدي حاجة كويسة جدا جدا، وياريت كل الخدمات تبقى كده، وأعتقد هي مواكبة للتطور اللي احنا ماشيين بيه. مصدرات قطاع الأحوال المدنية وفي إطار تطوير منظومة القطاع إنشائيا وتكنولوجيا أصبح الحصول عليها في سهولة وبصورة حضارية وبجودة وإتقان، وهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية، خدمة شرطية أفضل للمواطنين كأحد مكتسبات ثورة 30 من يونيو.